محمود. متابعينا الكرام، مشاهدينا الافاضل، نتواصل معاكم مع هذه الجولات المستمره التي تاتينا تباعا في هذا اليوم، وشوط اخر يتحرك بوزن الابكار. نحن نتحرك ايضا الى مقدمه الشوط لنعلن عن الشاهينيه لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم بقياده حمد بن طيب بن غدير، من يقدم الشاهينيه في اول المراكز. المركز الثاني الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير مع التضمير. المركز الثالث فهنا شعار خليفه بن مبرع بن بليشه. ياتي النتيجه مشاهدينا الكرام، راقب يلي بتراقب وشاهد يلي بتشاهد، واشتعلت المعركه. يلا يا خليفه، يلا يا بن مبرع، يا سلام. شواهين شواهين الظبي الجاسميه، شواهين الظبي الجاسميه. الناموس وين؟ الناموس عند بن دحروي، الناموس الى بن دحروي. يتجاوز بكل قوه، يتجاوز بكل قوه الى مقدمه الشوط. هذه الجاسميه التي تفرض وجودها في هذه المسيره وفي هذا التحدي. هذه الجاسميه تقترب من التتويج، تقترب من التتويج. سلام يا مرغم، سلام مرغم 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 على ما قال صاحبنا. تهانينا والناموس للسيد محمد بن مطر بن دحروي العامري الثاني، سالم بن سيف بن كليب الثالث، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رائد المكتوم، والرابع نابت بن سلطان بن رشيد، والمركز الخامس هذا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، وهكذا ينتهي هذا الشوط بفوز